أولاً، من لوحة الإنذار قم بتوصيل القرفين 1 و2 للجهاز الأول في المنطقة 1، ثم قم بتوصيل الأجهزة الأخرى على التوازي كما هو موضح، ثم قم بتوصيل القرف 1 و2 للجهاز الثاني في المنطقة رقم 2 كما فعلت من قبل في المنطقة 1. ثم قم بتوصيل جرس الإنذار بلوحة باستخدام طرف الجرس. دعونا نلقي نظرة عامة على جميع الأسلاك. قم بتوصيل أسلاك مصدر الكهرباء. لا تنسى توصيل الفيوز عند تركيب البطارية الاحتياطية. قم بقفل جميع الأغطية العلوية للأجهزة. قم بتشغيل لوحة الإنذار. اختبار محاكاة لوحة الإنذار. أولاً، اضغط على تجميع وصمت صفارة اللوحة في نفس الوقت. اضغط على اختبار قطع الاتصال وتعطيل المنطقة في الوقت نفسه. ملاحظة، سيضيء مؤشر الخطأ في المنطقة 1 وستصدر لوحة صوتاً. ثم اضغط على زر إعادة الضبط وستعود لوحة إلى الحالة الطبيعية. اضغط على اختبار الإنذار وتعطيل المنطقة 1 في الوقت نفسه وستدخل اللوحة في حالة الإنذار. ثم اضغط على زر إعادة الضبط وستعود اللوحة إلى الحالة الطبيعية. اختبار الأزرار. شكراً لكم.